يا مرحبا، هذا الروم، هذا الروم، هذا المقطع هو المقطع الأخير قبل العيد، أو فعلا هو المقطع الأخير قبل العيد، بس في العيد مش راح أنشر أي مقاطع، راح أقعد هيك أخذ لي استراحة يومين. فبصراحة أصلا اليوم ما كنت حابب أنشر مقطع لأني تعبان، كان عندي مشاوير كثير اليوم، فقررت أنشر هذا المقطع. دخلت على اللعبة مش عارف شو بدي أصور حرفيا، فتذكرت رومات 1v1، زمان ما صورنا رومات، سبحان الله. كتبت بالشات إنه حد يبعث لي. المهم دخلت معاي بنت بالبداية بس ما معها مايك ولا حتى تكلمت، وهيك طلعت من الروم يعني، ما علينا. المهم دخل بعديها واحد ثاني، الشاب الثاني اسمه مخاوي، هو مش مخاوي الأصلي، لا واحد يعني فانز لمخاوي كاتب اسمه، فقبلته ولعبت معه روم. فاقترحت عليه انه لو فاز علي راح شامل الرويال باس، وسبحان الله اجب وقت، يعني زي ما تحكوا صار لي يومين مش لاعب ابدا، يعني بس روم امبارح هيك لعبته على السريع في السلاح البايزون، يعني هيك لعبته امبارح على السريع، واما صار لي 3 ايام تقريبا ما لعبت جيمين على بعضهم بالرانك ولا حتى باللعبه كامله. زي ما حكيت لكم الجيم نايم حرفيا، جيم نايم، يا الله مستواي تعبان صح. بس ما علينا، استمتعوا بالمقطع مش راح ارجع عليكم، شوفوا شحنت له ولا لا، وكل عام وانتم بخير، سلام. شوفي لا لا ما في اشي، بس شبهتك على واحد. لا انا الاصلي، لا تخاف، انا اللي شبهتك على واحد. خلاص لا لا كل ما افوت مع ناس بكرون مخوي. المشكلة كان مكلمني، هو يبدو يصور معي مقطع، بس بحكي هو يعني هسه مش صديق قبل اللعبة. يعني من وين لقيتني انت؟ اسمع اصبر اصبر، من الشات يعني، بعثت لي انا شفتك من الشات. انا ما صدقت. مش ليش انا ببعث لك؟ طيب انا كنت بروم مع واحد يعني، بس شو رأيك؟ انا كنت اصور مقطع، لو فزت علي تمام هلعب 1 في 1، لو فزت علي راح اشحن لك الرويال باس. سنايبرات؟ شو ما بدك العب؟ لا لا رشاشة رشاشة اي شيء، انا حاب انا رشاشة حاب خلاص. اعيدك، بس انت ايش شد حالك. خويك ما يلا عليك، جاهز؟ يلا يلا مخاوي من دولي تشيك، شو رايكم شو نلعب معه؟ شات جان؟ لا معيش شات جان، حرام. في كارم، بس كارم كارم نلعب معه، ما ادري ايش بحب الكارم. اوه بيلعب مانور. طيب نشوف اخرتها مع مخاوي من جولي شيك. اسف مخاوي. انا عم طلع الكي ار ام، اسف مخاوي. جيب لي مخاوي الاصلي. لا 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 لا، المشكلة مو معي بي واي، بحبش العب في كرم. يا اسطى يا اسطى ما اتفقناش هيك، انا راح اعطيك رويال باس بس اكسب، انت فاهم علي؟ شرف الوطن اغلى منا ومن اول جيم الي من يومين، والام ضايع بالمرة. هاي يا اخي يا اخي، والله جيت وقت غلط اقسم بالله، انا هبدل هسه مش هلعب كارم، انا تعبان انا تعبان. اوكي نايس، خليه يسوقني وحول على الكارم. شرف الوطن. سنايبر مو كارم، ايه ده؟ لا وات، لا لا والله غش، لا وحاطط لي سنايبر يعني، مش برا بعد معي الكارم، يا قمة التخاذل. وين بدور انا؟ اهلا وسهلا.
شرف الوطن. برو يا الله يا اخي مش بالمود، اخلص خلص الجيم، انا تعبت. ليش انك قاعد ورا هاي؟ ايوه ابلع هاي قدامك هيك، اطلع من وراها، احنا مش بنهزر. احنا مش بنهزر يا اسطى. يا اسطى انت عامل ايه بالشتقة اللي معك يا اسطى؟ يا اسطى خذ كيو اكس ار، راح تفاجئ تلاقيه مكمبر في جهة معينة. يا الله التخاذل، يا الله ما اعرف العب. يلا يا اسطى يلا، برضك هتكمبر. بس انا مش ظابط الايام، صار لي يومين مش لاعب يعني. شوية رحمة علي بليز. شايفين مش مظبط الايه يعني، ايمي بالمرة برضو وقف الطخ. يا الله استخد هاي بما انك مكمبر يعني. هيدا واو نايس دياتش. اوكي نايس حلوه. خلينا نجي اكس ار. بس انا عارف ان الفوز مغري، بس يعني هذا رجل الباس يعني. بس شو رايك تاخذ هاي؟ يا اخواتي في كيف العيب عندي؟ يا الله ما تخافني يا الله، والله اني سيء صح لو سمعني. لا عيب والله، لا ولا لعيب ولا شيء. اسمع صار لي يومين مو لاعب وهيك يعني، وضع كثير سيء. صح مش منزل مقطع لانه بحضر واحد. يوه والله انت اسطوره الله يسلمك. وانت جيت هيك بوقت غلط، انا هيك تعبان اصلا تعرف، ما كنت ناوي اصور مقطع. بس ايش خلص قلت يعني اي حدا هيك هسه بدخل معي روم بس بصور معه، ولو فاز علي بشحن له رويال باس عشان ايش ابرر ذمتي اليوم، لانه العيد ايش هعطل لي يومين يعني. بس والله بدي افوت واحد، بدي اروح والله. اسمع على قد ما انا تعبان. خلص جيبه جيبه يلا، اقول له انا لعبت مع يوتيوب. جيبه يلا والله اذا ما بقبل والله لا لا عنها. خلص اسمع يعني مش ضروري تصدق، راح ينزل على اليوتيوب اذا بدك يعني. انشره والله. انشره انشره صار يهمك، اكتب لهم مخاوي من جولي شيك. يلا حبيبي بدك شيء؟ حبيب قلب الله يسلمك. كل عام وانت بخير، انت من الاردن صح؟ حبيبي يلا كل عام وانت بخير. حبيب الله يسلمك. باي باي. وانت بخير حبيبي. الله يسلمك.